السلام عليكم ورحمة الله. هنقارن النهاردة سريعا كده ما بين عربيتين. العربيتين دول سعرهم قريب من بعض، عشان كده أنا دخلتهم في مقارنة مع بعض. العربيتين دول هما البي واي دي ال 3 والشنجان ايدو. دول عربيتين موجودين في السوق المصري. البي واي دي ال 3 عربية متجربة بقالها فترة، شنجان ايدو عربية يعني تعتبر شبه جديدة، ولكن برضو يعني الناس بتشكر فيها مفيش مشكلة. العربيتين صيني. البي واي دي ال 3 سعرها حاليا دلوقتي، هي فئة واحدة نازلة، بسعر 405,000 جنيه. الشنجان ايدو نازلة بعدة فئات، بتبدأ من سعر 385,000 إلى 410,000 جنيه. هنتكلم عن التفاصيل المهمة في العربيتين. هنسيبنا بقى من موضوع الارتفاع والطول والعرض والحاجات اللي هي ايه مش هتفرق معانا كتير. العربيتين قدامكم، انتوا عارفين شكلهم. هنتكلم في المهم فيهم، وفي الاخر هقول لك وجهة نظري المتواضعة. عايز تاخد بيها اهلا وسهلا، مش عايز براحتك. هقول لك افضل عربية فيهم من وجهة نظر انا. كذا، انا كده مش بشكر في عربيه وبسب في عربيه تانية او بزم في عربيه تانية، ولكن انا بقول لك وجهه نظري هتاخد بيها اهلا وسهلا. لو انت عربيتك العربيه اللي انا قلت لا ما بلاش تاخد دي وخد دي، ما تزعلش. ما لاقيش الناس في التعليقات بيدافع عن العربيه اللي هو اشتراها كانه بيدافع عن الوطن. لا، احنا في دي عربيه، يعني مش اهلي وزمالك كمان، دي عربيه. يعني انا بقول لك اللي في العربيه واللي انا شايفه فيها فقط. هنبدا حضرات كبداية كده، احنا بنتكلم في العربيتين اللي بنقارن بينهم النهاردة، اللي هي البي واي دي ال 3 موديل 2023 والشنجان ايدو موديل 2022. تمام. العربيتين الاتنين سيدان. بالنسبة للبي واي دي ال 3 دي شركة الامل للسيارات هي الوكيل بتاعها، شركة كويسة محترمة. بالنسبة للعربية التانية اللي هي الشنجان ايدو، وكيلها غبور، ما بلاش نتكلم كتير. بالنسبة لبلد المنشأ، العربية البي واي دي ال 3 منشأها في الصين وتجمعت في مصر. بالنسبة للعربية الشنجان ايدو منشأها في الصين وجايبينها احنا من الصين، بس طبعا جايبينها بالطلب. خلي بالكم الكلمات دي، طالما قلنا غبور يبقى جايبينها بالطلب. دي هي دي، يعني عشان بس يبقى عارفين انتوا بتتكلموا عن انهي وكيل. ده مش الوكيل اللي يخش سلام عليكم عندكم العربيه الفلانيه عندكم جميله او حلوه هاتوها لي زي ما هي كده، لا. ده يروح سلام عليكم انتوا عندكم العربيه الفلانيه بكام؟ ب100,000. لا طب والله شيلوا لي منها ده وده وده وده، وفي الاخر انا عايزها بكام كده دلوقتي؟ بقت بكام؟ بقت ب70,000 يا فندم. لا بص انا عايزها ب50. طب نشيل لك الفرده الشمال ورا، ماشي. طب نشيل لك الرشاشات بتاعت الموتور، ماشي. اهم حاجه بس بتمشي كده، اه ماشيه، بتعكس بس شغال، ماشي هاتوها. فده غبور. تمام. فاحنا بنقارن برضو في كل التفاصيل حتى في الوكيل. دي بلد منشأها الصين بس نازله بالطلب، هاتوها لي، شيلوا منها 1 2 3 10 وهاتوا لي اللي اتبقى منها. انما دي بلد منشأها الصين واتجمعت في مصر. طيب نتكلم في الفئات. بالنسبة للعربية البي واي دي ال 3 دي نازلة فئة واحدة. بالنسبة للعربية الشنجان ايدو نازلة فئتين، وانا مستغرب ان غبور منزلها فئتين. عادة غبور بينزل من اول ال7 فئات، يعني حط زرار وادي فئة، ازاز فمي ادي فئة، كاوتش نوع تاني ادي فئة، الشكمان مش عارف طلعه شوية قدام ادي فئة، وهكذا. فحتة انه منزل العربية فئتين، اكيد العربيه دي في بلدها فئه واحده، انا واثق. طيب نخش في الحاجات المهمه. مش هنتكلم طبعا زي ما قلنا عن الطول والعرض والحاجات التانية دي والقاعده العجلات والكلام ده، هنتكلم عن المهم، ارتفاع العربيه عن الارض عشان موضوع المطبات. بالنسبه للعربيه البي واي دي ال 3 ارتفاعها عن الارض 17 سنتي، ارتفاع كويس، كويس جدا يعني. بالنسبه للعربيه الشنجان ايدو 13 سنتي، ارتفاع قليل جدا وهتحك معاك في جميع المطبات الحكوميه والخاصه. سعه خزان البنزين بالنسبه للعربيه البي واي دي ال 3 50 لتر،
سعة الخزان بالنسبة للعربية الشنجان ايدو 52 لتر. سعة الشنطة الخلفية للعربية البي واي دي ال 3 375 لتر. سعة الشنطة للعربية الشنجان ايدو 410 لتر. نخش بقى في المهم. سعة المحرك 1500 في البي واي دي ال 3، 1600 في الشنجان ايدو. السلندرات عدد البساتم 4 في الاثنين، 16 صباب في الاثنين. خش بقى على المهم، القوة الحصانية. القوة الحصانية للعربية البي واي دي ال 3 ال 1500 سي سي، قوتها الحصانية 108 حصان عند 5800 لفة في الدقيقة. بالنسبة للعربية الشنجان ايدو ال 1600 سي سي، قوتها الحصانية 125 حصان عند 5700 إلى 6200 لفة في الدقيقة. نخش على العزم. العزم بتاع العربية البي واي دي ال 3 145 نيوتن متر عند 4800 لفة في الدقيقة. بالنسبة لعزم العربية الشنجان ايدو 160 نيوتن متر عند 4000 إلى 5000 لفة في الدقيقة. خدنا بالنا، هنا العزم 145 نيوتن متر، هنا العزم 160 نيوتن متر. بالنسبة لمعدل التسارع، معدل التسارع يعني الاثنين شبه بعض، قريبين من بعض. بالنسبة لأقصى سرعة، أقصى سرعة في العربية البي واي دي ال 3 170 كيلومتر ساعة، بالنسبة للعربية الشنجان ايدو 195 كيلومتر ساعة. الموضوع ده سهل وبيتظبط عند اي ميكانيكي، ممكن تعلي الليميتس بتاعت السرعه دي، حاجه الشركه بتبقى حطاها، ممكن تعليها او تخليها 200، خليها 220، خليها اللي انت عايزه يعني، دي حاجه سهل اللعب فيها يعني. بالنسبه للفتيس، الفتيس في العربيه البي واي دي ال 3 ده فتيس سي في تي 6 نقلات. بالنسبة للعربية الشنجان ايدو الفتيس بتاعها اوتوماتيك عادي، وطبعا الاوتوماتيك عادي افضل يعني. هنا الاوتوماتيك العادي ده 4 نقلات، طبعا 4 نقلات ده مش كويس يعني، يعني هنا حاجة كويسة وجا سوقها الناحية التانية. السي في تي فتيس مشاكله كتير ونازل 6 نقلات، يعني هي 6 نقلات مش حقيقيه يعني، هي 6 نقلات تخيليه، او هو بيحسسك ان العربيه بتنقل لمجرد بس انك تحس انك راكب عربيه بتنقل يعني، ولكن هو السي في تي في العموم ما فيهوش نقلات. بالنسبه للعربيه الشنجان الفتيس فيها اوتوماتيك عادي، هو الافضل من السي في تي طبعا الاوتوماتيك العادي، ولكن عدد النقلات 4 قليل قليل، ده ما بيريحش العربيه، ده بيخليك في اخر سرعه يعني. العربيه بتجيب، تخيل كده ان انت الاربع نقلات دي 4 نقلات مانيوال، وانت بتجيب على الرابع ال 180 او ال 195 اللي هي الليمت بتاع السرعه. انت لو عربيتك مانيوال هتجيب على في الغيار الرابع 195، اكيد الموتور هيبقى بيصرخ تحت رجليك. يبقى في العقل كده لما العربيه يبقى الليمت السرعه بتاعها عالي 195، يبقى نتكلم مثلا ان الفتيس يبقى 6 نقلات. وللعلم العربيات الغاليه الفخمه يعني اللي احنا بنتكلم في ارقامها فوق المليون، الفتيس بتاعها بيبقى 8 سرعات و10 سرعات و12 سرعه، اصل ده اوتوماتيك، اعمله عدد التروس اللي انت عايزها، انت مش هتغلب السايق يعني، ولا هيقعد يجيب الاول والثاني والسابع والثامن والتاسع، ما فيش كلام ده، هي بتجر بعضها، فاعملها 6 سرعات تمام. ف يعني دي حاجه لازم تذكر يعني. بالنسبه لنظام الجر في العربيتين، جر امامي، نشوف متوسط استهلاك البنزين. طبعا متوسط استهلاك البنزين ده متوقف على كل الارقام اللي قلناها قبل كده، على السعه اللتريه، على القدره، على العزم، كل ده في الاخر بيصب وعلى كمان الايروداينامكس بتاع العربيه اللي هي شكلها الانسيابي وخبطها في الهواء، الهواء بيخبط فيها بشكل ايه. في الاخر بنقول متوسط استهلاك البنزين بيبقى كذا بناء على كل الارقام اللي فاتت دي. متوسط استهلاك البنزين بالنسبه للعربيه البي واي دي ال 3 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعه. بالنسبه للعربيه الشنجان ايدو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر مقطوعه، يعني رغم ان دي في السي سي اعلى
وفي القدره اعلى وفي العزم اعلى، الا ان استهلاك البنزين بتاعها نفس استهلاك بنزين الاقل. طيب التعليق الامامي للعربيتين ماكفرسون، التعليق الخلفي للاثنين تورشن بيم. نخش بقى في تجهيزات الامان، دي حاجه مهمه جدا وكنا بنطالب بيها من ساعه ما بدات القناه دي، وانا كل كلامي لشركه غبور وشركه منصور بالذات تجهيزات الامان. مفيش حاجه اسمها عربيه تنزل بيز عشان هي عربيه فئه اولى تنزل من غير وسائد هوائيه، تنزل من غير اي بي اس واي بي دي، لا دي حاجات اساسيه لازم تنزل في العربيه من اول فئه. تمام، اذا كان الحاجات دي انا عندي عربيه موديل 2002 كوري فيها كل تجهيزات الامان دي، الاي بي اس والاي بي دي والاي اس بي والتراكشن كنترول، كل ده موجود فيها من 2002، يبقى احنا دلوقتي في 2023 وتنزل العربيه ما فيهاش عشان ما دفعناش. فطبعا يعني المفروض في تطور، ان الدنيا بتتطور، يبقى العربيه بتتطور، يبقى الحاجه بتتحط في العربيه عشان امان للبني ادمين، حاجه انسانيه يعني، سيبك من من منها حاجه دينيه ولا غيره، ولكنها حاجه انسانيه. نتكلم عن تجهيزات الامان بالنسبه للعربيه. البي واي دي ال 3 فيها فرامل اي بي اس وفرامل اي بي دي فقط. بالنسبه للعربيه بتاعه غبور اللي هي شنجان ايدو، نازله فرامل اي بي اس، فرامل اي بي دي، اي اس بي، هيل ستارت اسيست، التاير بريشر مونيتور ده اللي بيقول لك ضغط الاطارات عندك كام. طبعا بالنسبه للبي واي دي ال 3 نازله فارغه من كل الحاجات دي. تمام، خش بقى على البلند سبوت مونيتور، مش موجود في العربيتين. اللان ديبارتشر وورنينجز مش موجوده في الاثنين. تراكشن كنترول مش موجود في الاثنين. خش اول حاجه موجوده في الاثنين هي الايزوفيكس اللي هو تثبيت مقعد الاطفال في الكور في الكنبه الخلفيه، حاجه كده عشان تخلي الطفل ليه حزام امان زيك، انت قاعد قدام معاك حزام امان، هو كمان برضو يبقى ليه حزام امان للكرسي بتاعه. الوسائد الهوائيه، العربيتين فيهم وسائد هوائيه، كل عربيه فيها اتنين وسائد هوائيه للراكب الامامي وللسائق. حساسات اماميه مش موجوده في الاثنين. الحساسات الخلفيه موجوده في الاثنين. جهاز انذار موجود في الاثنين. ايموبلايزر ضد السرقه موجود في الاثنين. السنتر لوك موجود في الاثنين، دي حاجه موجوده في عربيات من سنه 80. اتفرجوا على عربيات البونتياك والشفورليه والكابريس والحاجات دي كلها، هتلاقي فيها كل الكلام ده، بالكراسي الكهرباء، بالحاجات اللي بفتحه السقف الكهرباء، كل حاجه. احنا دلوقتي بنقول يا دي مواصفات 2023، لا دي مواصفات سنه 70. روح اتفرج على عربيات المرسيدس القديمه، شفورليه، العربيات الامريكيه القديمه كلها، هتلاقي فيها كل المواصفات. الياباني القديمه برضو نفس الكلام. بالنسبه للسنتر لوك موجود في العربيتين، حزام الامان الخلفي في العربيتين. خش بقى على الاوبشنات اللي هي الخايبه. الازاز الفمي موجود في العربيه البي واي دي ال 3، مش موجود في الشنجان ايدو. ازاز الكهرباء للاربع بيبان موجود في العربيتين. مرايات الضم موجوده في العربيتين. المرايات الكهرباء ان انت تقدر تتحكم في المرايه نفسها وانت قافل ازازك موجود في العربيتين. الاشارات في المرايات موجوده في العربيتين. فتحه السقف عاديه موجوده في العربيتين، فتحه عاديه. الكاميرا الخلفيه موجوده في العربيتين. مثبت السرعه موجود في العربيه الشنجان ايدو، مش موجود في العربيه البي واي دي ال 3. السبويلر الخلفي موجود في الشنجان شنجان ايدو، مش موجود في السبويلر، مش موجود في العربيه البي واي دي ال 3. مقاس الجنوط دي حاجه مهمه، مقاس جنط العربيه البي واي دي ال 3 15 ده صغير، مقاس الجنط في العربيه الشنجان ايدو 16 بوصه ده مقاس كويس. خش بقى على الكماليات اللي بشيلن. البلوتوث موجود في العربيتين، مدخل الاي او اكس بتاع الكاسيت موجود في الاثنين، مدخل اليو اس بي موجود في الاثنين، الطاره المالتي فانكشنز موجوده في الاثنين، الشاشه الوسطيه موجوده في الاثنين. بالنسبه للعربيه البي واي دي ال 3 الشاشه بتاعتها 8 بوصه، وانا اظن ان 8 بوصه كفايه يعني، يعني مش محتاجين يعني تلفزيون 32 بوصه. بالنسبه للعربيه الشنجان ايدو الشاشه بتاعتها 10 بوصه. تمام، كشافات العدادات الديجيتال،
مش موجوده في الاثنين. بالنسبه للكشافات الاماميه والخلفيه الليد موجوده في الاثنين، طبعا دي بقت حاجه مهمه جدا للامان. كشافات الضباب برضو حاجه مهمه جدا للعربيات الحديثه، كشافات ضباب موجوده في الاثنين. بالنسبه للمساحات بتاعت الكشافات مش موجوده في الاثنين، ملهاش لازمه. زرار تشغيل المحرك موجود في العربيتين، ريموت كنترول موجود في العربيتين، الكراسي الكهرباء موجوده في العربيه بتاعت غبور اللي هي الشنجان ايدو، ومش موجوده في البي واي دي ال 3. الكراسي الكهرباء اللي هي موجوده في عربيتي موديل 2002 الكوري، مش اللي هنقول مثلا الالماني ولا بتاع. التحكم في الشنطه كهربائي موجود في العربيتين. طبعا دي كانت نهايه المقارنه ما بين العربيتين. احنا طبعا يعني انا ما بقللش من حد، ولكن يعني اللي انا شايفه ان السعر مبالغ فيه. يعني لو قلت لي ان السعر ده للعربيتين سعر عادل هقول لك لا طبعا، احنا بنتكلم في نص مليون جنيه. فنص مليون جنيه عربيه صيني ده شيء غريب علينا. ولكن من وجهة نظري افضل عربية من الاثنين من وجهة نظري هي الشنجان ايدو بتاعت غبور. الاثنين صيني اصلا، ولكن مميزات وامكانيات الشنجان ايدو افضل بكتير من البي واي دي ال 3. واحنا بنتكلم في الشنجان ايدو اعلى فئة، اعلى فئة تساوي البي واي دي ال 3 الفئه الوحيده اللي نزلتها شركه الامل. ف يعني دي كانت مقارنه سريعه ما بين العربيتين، ودي وجهه نظري المتواضعه. طبعا البي واي دي ال 3 عربيه اتجربت في السوق بقى لها فتره طويله، الشنجان ايدو متجربه بقى لها فتره صغيره، ولكن انا شايف الناس بتشكر في الشنجان ايدو. الواحد بيقول اللي ليه واللي عليه، احنا بنتكلم بحق ربنا، مش بنظلم حد ولا بنيجي على حد. وكيل غبور صحيح انا مش متفق معاه في حاجات كتير جدا، وعربيات كتير جدا انا يعني شايفها انها مأفور في السعر بتاعها وشايل منها امكانيات وكماليات كتير، ولكن هو في العربية دي تقريبا عشان نازل ينافس في السوق بيها ولسه اسمها جديد، فانا شايف ان هو منزل عربية كويسة جدا بامكانيات كويسة جدا وكماليات كويسة. شنجان ايدو عربية من شركة غبور، عربية صيني محترمة. من الواضح ان شركة الامل لازم تبذل مجهود شوية في العربيات البي واي دي بتاعتها وتنزل في السعر علشان نقارنها بعربيات تانية اقل، او تزود في الامكانيات. وبلاش اللعبه بتاعت لا هات لي كذا وسيب لي كذا. يعني انت راح تستورد عربيه هاتها زي ما هي، زي ما بتتباع في بلدها هاتها. في نهايه الفيديو اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله.